دول وعظة لوحديهم بس خمس صور. أول صورة إن هو رأس وإحنا إيه؟ دي في أفسس ببساطة. هو رأس الجسد، هو رأس الكنيسة. عمركم شفتوا جسد مش لازق في الرأس؟ فأول صورة اتحاده بينا، هو رأس وإحنا جسد، وده اتحاد حياة. تاني صورة في كورنثوس يقول لك هو الأساس وإحنا المبنى. ده اتحاد، بس اتحاد ده اتحاد عهد، اتحاد بنى، اتحاد ثبات. ففي اتحاد رأس وجسد، ده اتحاد حياة. في اتحاد أساس ومبنى، ده اتحاد عهد. في اتحاد كرمة وأغصان، عارفينه؟ يوحنا 15، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، وده اتحاد ثمر. في اتحاد بكر وإخوات، كبكر بين إخوة كثيرين، وده اتحاد ميراث عبرانيين. وفي اتحاد عريس وعروس، وده اتحاد محبة. حد فاهم حاجة؟ اتحد معاك، اتحاد حياة، اتحاد عهد، اتحاد ثمر، اتحاد ميراث، اتحاد حب. وكل الصور دي اتحاد. عشان كده المكتب المقدس يجي يحكي عن الجواز، بولس الآيات المشهورة اللي بتتقال في مراسم الجواز، بولس يقول كده في أفسس 5، لا أقول هذا عن الجواز، أقول هذا عن المسيح والكنيسة. عارفين آيات؟